ورجعنا لكم مرة ثانية وبنستقبل ضيفنا أستاذ علي بركة الناقد الرياضي. منور الدنيا يا أستاذ علي. الله يخليك، نورك ونور السادة المشاهدين. بشكرك جدا. طبعا في البداية أول حاجة عايزين نتكلم عليها هي شايف إزاي لقاء الزمالك مع فلامبو البروندي؟ والله يعني احنا للأسف شديد ما عندناش وسط، في ناس بتقلل قوي من الخصم وناس تانية بتكبر قوي منه، ففي كل الأحوال هي مباراة ينبغي فيها احترام الخصم. بالظبط. وأعتقد يعني أنه فريرا مرتب أموره على كده، ومرتب أموره كمان يمكن ناس كتيرة ما تعرفش أنه هو بيفكر كمان في الأدوار اللي جاية. فبيقول لهم إيه مثلا على سبيل المثال، فبالنسبة لموضوع الصفقات قال لهم أنا كده مكتفي تماما بالصفقات اللي جت، هو ده اللي أنا عايزه. أكتر من كده في حاجات تانية ممكن أحتاجها في انتقالات يناير، واخد بالك حضرتك، لأن هتبقى في يناير اللي هم الناس اللي هتكمل أفريقيا. فبالتالي أنت النهاردة بالمجموعة اللي موجودة قادرة أنك أنت تتجاوزي عقبة الـ 32، وبعد كده هو هتتوالى الاحتياجات مع احتياجات المباريات نفسها. فانا مش شايف الحقيقه ان يعني ان ينبغي ان الناس تشغل بالها، ودي برضو حاجه صغيره غريبه شويه على جماهير نادي الزمالك هذا الموسم، ان الناس شغله بالها باشياء كثيره جدا يا استاذه مها ما كانتش اصلا في ذهنها قبل كده. يعني انا الحقيقه مش عايز اتطرق كتير. لا احنا عايزين نسال مثلا نسخه الزمالك الحاليه تفرق ايه عن نسخة الزمالك الموسم اللي فات بالنسبة لدوري ابطال افريقيا؟ لا هي المرة دي وجود فريرا انا بعتقد انه مع الامكانيات المتاحة مع التيسيرات اللي بيقدمها له المشرف العام، انا بعتقد هو ده الفرق، انك انت النهاردة بقيتي صاحبة عايز اقول ايه، بقينا ماركة نادي الزمالك صار ماركة دلوقتي. المفروض ان انت بتحافظي على هذه الماركة، خلاص ما تقدريش تنزلي عنها. بالظبط. الصفقات الجديدة بما اننا جبنا سيرتها، ما عندنا ابراهيم رضاي وزكريا الوردي وعمر جابر وكمان مصطفى الزناري، يعني صفقات كتيرة جدا، ايه اللي مطلوب من الصفقات الجديدة؟ لا يعني اسمحي لي بس، يعني انا عايز الحقيقه في موضوع بس استاذن حضرتك ان انا عايز اتكلم فيه الحقيقه، انه جمهور نادي الزمالك المره دي انا مش بتكلم الحقيقه في بعض منهم موجه اللي هم كانوا بيثيروا مشاكل لرئيس النادي وبيشيلوا وبيثيروا مشاكل لمجلس الاداره. يعني انت دخلت نادي الزمالك في فترات كثيرة يا أستاذة مها، كنت بتعرفي عضو نادي الزمالك لما كان بيبقى ماشي وبنطلونه متقطع من ورا لأن الكراسي كلها مسامير ومفيش كراسي تقعدي عليها. كان ساعتها بيتعرف عضو نادي الزمالك وهو خارج بره نادي الزمالك. النهاردة بقى في حاجة تانية خالص، تتفاجئي بهجوم شرس جدا جدا وعنيف جدا من أجل لا شيء. علشان ايه؟ يعني فريق اليد خسر امتى؟ خسر في الوقت، يعني زنين لي ان انا يعني اسال واجاوب على نفسي، ان هو خسر في التوقيت اللي هو ايه؟ في الثانيه الاخيره من الوقت المقتطع، يعني ده بيدل على انه ما بتبقاش خساره جسيمه. بس برضو الجماهير ما اعتبرتهاش برضو خساره جسيبه، احنا كده كده الناس عارفه ان بالذات كوماندوز اليد انا بأؤكد ده بيأثروا، أنا يعني انا بأؤكد ده، فهتلاقي الناس برضو ايه حقهم يزعلوا. بس الرياضه يا فندم، الرياضه مكسب وخساره، انا بتكلم على الحملات الشعواء اللي البعض الموجهين، مش هقول لك اللي هي الجماهير، بقول لك بعض الموجهين شنوها. انت بتشنها على ايه؟ وبعدين غير كده كمان الترجي خسر فرق 6 افتكر في اول مباراه مع للزمالك في البطوله، وضع طبيعي جدا ان هو في بلده وعلى ارضه
بالشكل ده صعب ان هو يخسر مرتين. ومع هذا انت كنت معاه ند وكتف بكتف، المباراة كان ممكن جدا تنتهي بفوز الزمالك بهدف وياخد البطولة. فيعني اللي انا قصدي عليه ان ما ينفعش يبقى نهاجم رئيس النادي لمجرد انه الزمالك خسر في الوقت، عايز اقول ايه ده، في الاكسترا تايم يعني، حاجه واخر ثانيه وشوطه، مش مثلا 80. بس عموما يعني احنا حتى لسه كنت بقول في الانترو ان احنا لو يعني تعثرنا مره، لكن احنا قادرين مره ثانيه ان احنا نقف على رجلينا. حاليا في بطوله اليد بالظبط هيلعبوا النهارده، حاليا في بطوله افريقيا، كل التوفيق ليهم واحنا واثقين. بالظبط بالظبط، بطوله افريقيا يعني مهمة جدا، وهي البطولة زي ما كنا بنقول في الانترو المحببة لدى كوماندوز اليد او فريق اليد، واحنا واثقين فيهم ان هم يقدروا ان شاء الله ان هم يحققوها ويحصدوا اللقب للمرة ال 13 ان شاء الله. ولكن عايزة يعني نخلينا في فريق الكرة ودوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا يعني بالذات الموسم ده حلم لجماهير نادي الزمالك، محتاجين جدا ان احنا نحصد اللقب هذا الموسم. مؤكد، بس انا مش عايز برضو يعني يتم تشكيل ضغوط عصبيه على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى الاداره. انت المفروض انك انت ماشيه مباراه بمباراه بالظبط ودور بدور، يعني بتتجاوزي هذا الدور بتدخلي على الدور اللي بعده وهكذا. المساله انا شايف الحقيقه ان هم الجماهير، يعني في جماهير كتيره انا عايز برضو التمس البعضهم، بلتمس لهم حسن النية، لكن بوجه عام انا شايف الحقيقة ولأول مرة ان الجماهير داخلة في موضوعات مش بتاعتها. يعني انت المفروض حضرتك بتروحي للدكتور بيكتب لك دواء، خلاص انت ما ينفعش تبقي دقيقة بدقيقة قاعدة تقولي لا ده الدواء ما عملش نتيجة، لا انت خلاص. يمكن ده نابع من شدة الانتماء، من شدة الحب. يعني انا مثلا بحب فريقي جدا، فطبيعي ان انا مهووسه بيه، مجنونه في فريقي، ببقى عايزه دايما اعرف اخباره اول باول. خلينا زي ما قلت نلتمس حسن النيه، مش بقصد الضغط، بقصد المعرفه والاطمئنان. كده كده هم مطمئنين فريقنا حاصل على الدوري وحاصل على الكاس وداخلين موسم جديد عندنا امل فيه كبير جدا. يمكن كمان لما انت بتفوز تحصد اللقب مثلا عامين على التوالي زي الدوري الممتاز، فانت بيبقى الموسم اللي جاي بعد كده حتى لو صعب في بدايته، ولكن خلاص بقى عندك امل كبير جدا ان انت في النهايه لا انا هقدر احصد كمان للمره الثالثه على التوالي. نفس الكلام للسوبر اللي مع الاهلي في اخر اكتوبر. فخلاص هم بيبقى الجماهير لما ما بتبقاش قادره، مش اللي هو من ناحيه الضغط، لا ممكن من ناحيه الاطمئنان. انا عايزه اطمن على الفرقه. بص هقولك على حاجه، انا عايزه اكلمك في ده بالتفصيل لان ده موضوع مهم جدا جدا، ولكن انا هطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونكمل كلامنا في النقطه دي بالذات. خلينا نطلع فاصل قصير وبعد كده نرجع ونستكمل كلامنا. جماهير الزمالك تنتظر على أحر من الجمر مشاركة الصفقات الجديدة في البطولة الإفريقية. حلم الملايين من جماهير الزمالك هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، البطولة التي تعد الحلم الأكبر في الموسم الجديد، موسم ينافس فيه الزمالك على العديد من البطولات. البداية كانت بمشاركة مميزة في دوري أبطال إفريقيا عبر الفارس الأبيض عقبة إلكتريتشادي، وتأهل ليواجه فلامبو البروندي في دور الاثنين والثلاثين، وبعدها سيكون الفارس الأبيض على موعد مع لقاء السوبر المصري، ثم مشاركة جديدة في الدوري والكأس للموسم الجديد. وهناك بطولة كأس مصر للموسم الماضي وبطولة كأس الرابطة، تحديات بالجملة أمام الزمالك في 2023. تتمنى الجماهير أن يظفر الفارس الأبيض بالعديد من البطولات خلالها، لا
لكن يبقى الحلم الأهم هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا. وكما انتظرت الجماهير ضربة البداية في إفريقيا، ينتظر الملايين مشاركة الصفقات الجديدة. الزمالك خاض مواجهتي إلكتريتشادي بقائمة الموسم الماضي، وستكون مباراتي فلامبو البروندي فرصة للصفقات الجديدة. الجميع ينتظر المشاركة الرسمية الأولى لزكريا الوردي وإبراهيم ناداي، ومعهما عمر جابر ومصطفى الزناري، بعدما تأكد غياب نبيل عماد دونجا للإصابة. مواجهة فلامبو البروندي ستكون البروفة الأولى لصفقات الزمالك، والكل ينتظر مسيرة البطل في إفريقيا. مكملين كلامنا مع أستاذ علي بركة. زي ما شفت في التقرير كده ان ناس مستنية طبعا دوري أبطال أفريقيا وكمان الصفقات الجديدة، والصفقات الحقيقة صفقات مهمة جدا، صفقات قوية، صفقات سوبر، صفقات تعيش معاك أو تديك لسنين قدام، كلها صفقات لا خلاف عليها وكلها صفقات مهمة. وإن شاء الله كمان نبيل عماد دونجا يعني يرجع لنا في أقرب وقت ممكن، وربنا يا رب يقومه بالسلامة. والناس منتظرة مشاركتهم في المباراة القادمة فلامبو البروندي. مين فيهم شايف إن هو أو تتوقع له بداية قوية جدا؟ شوفي، هم كلهم المفروض إنه بداية قوية جدا، لأنه اللي اختارهم فريرا. خلي بالك ما فيش لعيب انت جبتيه له وقلت له خليه معاك. هذا الرجل استطاع ان هو يوظف امكانيات لعيبه انت ما كانتش في على الخريطه خالص. يعني حمزه المسلوسي مع فريرا قصه تانية خالص، حسام عبد المجيد، عبد الغني، كل دول لعيبه تم توظيفهم بشكل جديد تماما، واثبتوا وجودهم وبقوا علامات مهمة الفريق ومن أسباب فوزه ببطولة الدوري. بالزبط. فأنا عايز أقول أنه أنا شايف يعني أو أتوقع ناس كتيرة جدا جدا هتبقى بداية أو يعني ميلاد حقيقي ليها مع فريرا. عايز برضو أتكلم عن دونجا تحديدا. هو حاليا مصاب طبعا، لكن طبعا نتمنى له الشفاء. لكن أنا عايز أقول أن دونجا لعيب كويس قوي، كان بيبذل مجهود كبير قوي ولكن غير موظف تكتيكيا. انا بعتقد ان هذا اللاعب لو فريرا تعهده بالرعاية، اتصور انه ممكن جدا يبقى واحد يعني اهم بكتير جدا جدا من اللعيبة اللي كانت موجودة ومشيت. يعني هو دايما بيلعب في المركز بتاع احد اللعيبة السابقين النجوم الكبار. انا اعتقد ان هو هيتجاوزه بكتير جدا. يعني طبعا دونجا لاعب كبير جدا لا خلاف عليه، يعني ينقصه فقط الوعي التكتيكي اللي هيديه له فريرا. يعني دي ميزه مستر فريرا، ان انت اديله قماشه لاعب عنده مهارات عاليه جدا جدا. مش بتكلم على نبيل عماد دونجا بالتحديد، انا بتكلم عموما ميزه انك انت ما معاك مدرب فاهم، مدرب لا مدرسه، عارف هو بيشتغل ازاي، عارف زي ما قلت حضرتك دلوقتي ازاي يوظف اللعيبه بتاعته، ازاي يعني حسب سيناريو المباراه بيتم كمان التوظيف، عارف كمان قدرات اللعيبه اللي معاه ومراكزهم كمان. يعني ممكن تلاقي لعيب بيلعب في اكتر من مركز، ده لان مستر فيريرا بيبقى قادر يشوف فيه هذه الميزه. يعني بالظبط، وهو اعاد اكتشاف لعيبه كتار. يعني حمزه المسلوسي ده لو لم يكن فريرا موجود كان مليون في الميه مشي. دي حقيقه. مين من اللعيبه برضو الجداد اللي تتمنى تشوفه سريعا جدا؟ وكمان الصفقات الجديده تحتاج كم مباراه مثلا او كم ماتش عشان خاطر يقدروا ينسجموا سريعا جدا مع الفريق؟ يعني ممكن على ماتش الاهلي ان شاء الله ممكن يبقوا دخلوا في الفورمه وحصل الانسجام المطلوب. يعني ما اعتقدش ان هم هيتاخروا عن كده. عايز اقول انه الفريق عامه يعني بوجه عام، عايز اقول انه رغم كل الازمات اللي موجوده جوه النادي،
الا انه موضوع الحجز وكده، لكن الفريق منعزل ومنفصل تماما. وهذا الامر يحسب لرئيس نادي الزمالك ويحسب ايضا للمشرف العام، ان الفريق بعيد تماما عن كل هذه المشاكل. وانا شفت امبارح رئيس النادي وهو ارسل لهم للعيبه رسالة طمأنينة، يعني انه ان شاء الله مش هتكون فيه مشكلة وهتاخدوا مستحقاتكم. يعني ده في حد ذاته ده مهم جدا، مهم يعني جدا جدا، لانه كل لعيب من دول عنده التزامات وعنده عنده حاجات كتيرة قوي قوي يعني، وما بتكونش عادة مرتبطة بيه هو. يعني ممكن يكون يعني مثلا ايه هيجوز اخته ومرتبط بـ بـ لا بس برضو عايزين نشيد فعلا بالنقطة اللي حضرتك كلمت عليها، فكرة ان انا الفريق ان كان المشاكل اللي انا بواجهها الادارة قادرة بنسبة كبيرة جدا ان هي تبعد المشاكل اللي احنا ممكن نكون بنتعرض لها عن الفريق تماما، بحيث ان الفريق بالفعل ما يحسش ان في ادنى مشكلة، لانه عارف ان عنده ادارة حاليا قادرة ان هي تحلله طبعا اي مشكله، مش تحلله بس، تحل اصلا للنادي عموما اي مشكله. وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان اهميه الاستقرار الاداري. يعني هو حضرتك يعني حضرتك كررت اكثر من مره موضوع الاداره ومجلس الاداره. شوفي انا بقول يعني حددي، يعني قولي ان في رئيس النادي والمشرف العام، يعني باستثناء مثلا اسم او اسمين في مجلس اداره نادي مجلس اداره نادي الزمالك، هاتيلي حد كان معروف قبل ما يبقى في قائمة المستشار مرتضى منصور عشان ينجح في الانتخابات. يعني دي حقيقة وينبغي الاقتناع بيها. عايز برضه أقول حاجة، إن موضوع الحجز ده أنا شايف يعني ضغوط عصبية رهيبة جدا جدا بتقع على عاتق رئيس النادي والمسؤولين فيه، ولكن رئيس النادي في المقام الأول. يعني تخيلي حضرتك، هقول لك معلومة معرفش هو قالها ولا لا، مش متذكر، إنه كان اتحاد كرة القدم في رسوم للقيد، قيد اللاعبين، رسوم فلوس بتتحط، عارف الفلوس دي قد إيه يا فندم؟ 15 مليون جنيه. واتحاد الكرة كان رافض يأيد هؤلاء اللاعبين، واخد بالك، علشان الرسوم ما اتدفعتش. فلولا كده الاستاذ مرتضى كلم اتحاد الكوره وكلم المسؤولين اللي فيه وقال لهم هنبعت لكم حتى الخطاب الرسمي بتاع الحجز عشان يعني يبقى وثيقه معاكم تحميكم، لكن انتوا لازم تسجلوا لنا اللعيبه علشان خاطر يقدروا يلعبوا. خلي بال حضرتك، بدون التسجيل ما هتبقى مشكله، ومشكله كبيره. تخيلي 15 مليون جنيه ده على سبيل الايه، حاجه كده يعني مين يقدر يتحمل ضغط عصبي اكتر من كده؟ فعلا بتبقى دي مشكله كبيره يعني طبعا. مشكله، ما فيش فلوس، كله محجوز عليه. ومع ذلك احنا بالفعل زي ما بقول لك كمان معانا يعني في ظل هذه المشكلات، ولكن قدرت انك انت تدعم فريقك بصفقات، وصفقات قويه جدا. قدرت ترجع صبحي تاني للفريق مره تانيه حارس المرمى. بمناسبه صبحي، شفت ازاي عوده صبحي لصفوف نادي الزمالك مره اخرى؟ والله شوفي، هي مدارس يا استاذه مها ووجهات نظر. يعني دايما يقول لك ايه، خلي في مسافه بين الحارس الاول والحارس الثاني، مسافه في المستوى في البتاع، بحيث ان الحارس الثاني ما يعملش مشكله. يمكن دي ما كانت موجوده في النادي الاهلي، ان الشناوي في سكه ووراه علي لطفي، يعني في مسافه بينهم، فما كانش بيبقى فيه مشكله ان علي لطفي يقعد. انت النهارده بقى عندك مدرسه تانية بتقول لك لا، انا عايز اتنين حراس او الحراس بتوعي يبقوا كلهم على اعلى مستوى. ما كنت لسه هسالك يعني مكاسب وجود عواد وصبحي معاك في الفريق؟ الاتنين ما فيش بينهم فروقات كبيره، لان كمان صبحي هو احسن حارس في افريقيا تحت 23 سنه، يعني في كل الاحوال صبحي من الحراس اللي يستحقوا ان هو يحرسوا عرين نادي الزمالك. بالظبط. نفس الشيء طبعا عواد من اهم العناصر اللي لعبت دور كبير جدا ودور مميز جدا في انها
تكسب الزمالك دوري وكاس، لان هو كمان جنب ده بيلعب ليبرو، فتحسي برضو ان هو حارس يقظ، عمل يعني في له صدات تقترب الى درجه المعجزات، فانت ما تقدريش تتجاهلي ده. انا شايف ان هتبقى المنافسه بينهم شرسه جدا، وفي الاخر هذه المنافسه الشرسه هتصب في الاخر في مصلحه نادي الزمالك. مستر فيريرا ممكن يعتمد سياسه التدوير بين حراس المرمى؟ والله هي سياسه، انا شايفها انها سياسه يعني كانت فاشله، انها في فتره ما كان في عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف، كانوا الاثنين، وكانت اتعملت بينهم سياسه التدوير. سياسه التدوير دي خلت المنافسه ضعيفه جدا، لانه انا عارف ان انا كده كده هلعب. فانا بعتقد يعني انها لا يجب ابدا انها تطبق، وما اعتقدش ان فيريرا هيمشي بهذا الشكل بالظبط. ولكن الاهم فعلا ان احنا عندنا اثنين من اكبر حراس المرمى بالزبط. في القاره الافريقيه. طب لو عايزه اتكلم برضو معاك ان احنا في مباراتي الكتل تشادي ذهابا وايابا قدرنا الحمد لله ان احنا نحافظ على شباكنا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسب المباراتين ذهابا وايابا. ايه المطلوب برضو مننا في مواجهه فلامبو البروندي؟ اللي انا يعني عارفه انه مستر فريرا ماشي معاهم يعني ابتدى بيتفرج على ماتشات، بيتفرج على كل حاجه، فابتدى بيرتب الامور ماشي بنظام المباراه ومباراه، وداخل المباراه الواحده كمان بيقسم المباراه لعده اجزاء. ده غير ان هو عنده يعني ميزه خلاص دلوقتي ان هو يقدر يشارك الصفقات الجديده. بالظبط. وعايز برضو اقول لحضرتك حاجه، انه في مدربين اجانب بيجوا مصر كتير بيبقى عندهم برضو الرغبه، بيحبوا مصر، مصر بلد كبيره، مصر ليها اسمها، عايز يتفسح، عايز يعمل ويك اند، عايز مش عارف ايه. فريرا ما عندوش الكلام ده، هو من اول ما بيصحى لغايه ما بينام عايش كره قدم، وكره قدم اخلاصا لنادي الزمالك وعمله داخل نادي الزمالك. فعشان كده يعني بقول لحضرتك الراجل معلوماتي ان هو يعني ايه ما بيبعدش الا لو مثلا ايه جاله شويه برد، جاله حاجه كده، لكن فيما عدا هذا هو بيعطي شغله كل ما لديه من طاقه ومجهود وفكر، وده اللي مخليه يمكن قاري كويس، كمان قاري الدوري كويس، قاري اللعيبه المصريين في كل الانديه كتير، قاريها كويس قوي. اللي ممكن تضيفه الصفقات الجديده لمستر فيريرا في المواجهات القادمه؟ لا هو 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 اختار هو يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، كل اللي هو عايزهم جابهم، وحتى كمان في ثلاث صفقات اخرى بيتكتم عليها رئيس نادي الزمالك، وقال ان هو هيعلن عنهم بعد فك الحجز مباشره. انا بعتقد انه فيريرا يعني معلوماتي ان هو قال لهم لو ما قدرتوش تجيبوهم خلاص انا ما عنديش مشكله، انا يعني سعيد بالموجودين وقادر باذن الله ان هو يعني يواصل نجاحه بيهم. فده في حد ذاته انا شايف ان هو، ودي الاول مره كمان، يعني دي بتعكس برضو حاجه مهمه قوي، ان الاول مره في تاريخ نادي الزمالك انك انت بتختاري اللعيب اللي انت عايزاه بالظبط، مش بتختاري الاسم بالزبط. اللي هو يعني ممكن يكون اسم رنان لكن تكتيكيا ملوش علاقه باللي عايزه المدير الفني بالظبط. واحنا يعني دلوقتي بنجيب الخيار الاول، بمعنى انا برضو دي سياسه تحترم جدا ان انا بجيب بالكيف وليس الكم. ممكن اجيب لعيبه كتير جدا ولكن انا هعمل بيهم ايه في النهايه؟ وبرضه حتى لو كان يعني لو حضرتك طبقتي نظام الكم، ما هو برضه الكم مش قليل. لا طبعا الكم مش قليل، ولكن سبع لعيبه ده في حد ذاته شيء طبعا ده شيء كويس جدا، ولكن لما اجيب لعيبه انا محتاج لهم هعرف استفاد بيهم طول الموسم والمواسم المقبله، ده بيبقى احسن لي. انا ممكن اجري ورا ان انا اجيب مش عارفه كذا لعيب وفي كذا مركز ومش عارفه ايه، ولكن في النهايه هيفيدوني ازاي؟ انا بقى دلوقتي لا انا جايب لعيبه انا شايف او انا عارف انا هيفيدوني ازاي. ومزاد برضو ان مستر فيريرا اشرف عليهم بنفسه او اختارهم كمان بنفسه، ف
فاحنا دلوقتي لما نيجي نبص على قوام الفريق الاول، لا قوام كبير جدا، تقيل جدا، صفقات كلها كبيره جدا. فمستر فيريرا المشاكل اللي كانت بتواجهه قبل كده من عدم وجود لعيبه، لا خلاص ما بقتش مثلا هتواجهه، بقيت فريق الزمالك فريق مرعب جدا، او قوامه دلوقتي قوام مرعب جدا، فتدخل اي مباراه طبعاً بقى في المكسب جدا. بالظبط. وهو كمان حضرتك بتقولي ان احنا كنا كجمهور بنبقى قلقانين، لا مع فريرا اصبح لو بعد فتره اكتشفتي انه اي حد يغيب هو ما عندوش اي مشكله. بالظبط. يعني ما عادش بيرعبك ان نجم الفريق فلان الفلاني يسيبنا ويمشي. احنا كنا لسه بنتكلم في ده كمان على ريال مدريد، ان الفرق الكبيره ما بيرعبهاش ان نجم الفريق مش موجود، او اهم لاعب عندي في الفريق مثلا مش موجود، او اللاعب الفلاني مش هيلعب معايا الكام مباراه الجايه. دي طبيعه الفرق الكبيره. بالظبط يعني كده. الفريق اللي واخد شخصيه البطل. بس هي السنه دي الحقيقه كانت فيها يعني الصدمات كانت كبيره قوي في الاول، يعني ما كانش حد يتوقع ان في ثانيه ابو جبل هيمشي في السكه دي وهنبقى في المشكله دي. طارق حامد، بن شرقي، يعني هتلاقي اسماء تقيله. وقبل ما الموسم يبتدي ما كانش عندك ساسي ولا مصطفى محمد. يعني عايز اقول ان الزمالك بقاله فتره بيفقد نجوم. النهارده مع فريرا ما عادتش بقت فيه مشكله، انا قادر ان انا اصنع لعيب قوي جدا حتى لو انت مش حاطه في ذهنك وما انتش على الخريطه بالنسبه لك. ودي فعلا واحده من مميزات مستر فيريرا، ان انت في لعيب بتبقى انت مش حاطه في بالك، زي اللعيبه الشباب يوسف سمنبيه ونيمار وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ولما بقى واحد فيهم يغيب تقولي ايه، ويفتقد الفريق الى، يعني هتلاقي الجرايد مثلا كاتبه وهي بتقدم الماتشات يقول لك يفتقد الفريق لجهود حسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر، ويعني وسيد نيمار طبعا اصبحوا نجوم، بحيث انك انت كمان بتحسبيهم ضمن الناس اللي ممكن تفقدي مجهودهم في المباريات. بالظبط. ومستر فيريرا دلوقتي بقى اعتماده طبعا كبير عليهم، كبير جدا يعني، وهم بصراحه اثبتوا نفسهم وعن جداره كمان. بالظبط. يعني دي حقيقه. وبعدين ساعه الجد كمان، ودي تحسب يعني ليهم ان هم وقفوا رجاله طبعا، وكان في لعيبه تانيين انت ما سابوكيش في الوقت اللي ممكن اي حد يتخلى عنك، لكن هو وقف بقوه وكان على المستوى. دي حقيقه. ايه المطلوب بقى من، يعني نصيحتك ايه للاعيبه نادي الزمالك قبل مواجهه فلان بالبروندي؟ لا والله يعني انا شايف انهم دلوقتي في زمن قياسي، قدروا ان هم يبقى عندهم ضبط انفعالي. خلي بالك انت مشكلتك الوحيده بالنسبه للنادي الجماهيري والنادي غير الجماهيري اللي هي الضغط العصبي. فانا بيتهيألي لو اللعيب بقى من جواه عنده ضبط انفعالي، انا بعتقد انه كده هيبقى، لانه المهارات موجوده والمستوى موجود، هي بتبقى ناقصه فقط ضبط النفس. وانا شايف ان يعني نادي الزمالك بيوفر كل الامكانيات المتاحه والغالبيه العظمى، يعني السواد الاعظم من جماهير نادي الزمالك داعمه ومسانده لفريقها، وده في حد ذاته يعني شيء يدعو للفخر ان احنا زملكاويه. دي حقيقه، يعني شيء يدعو للفخر فعلا ان كمان الواحد بينتمي لاعظم جمهور في الدنيا، جمهور نادي الزمالك. احنا يعني ممكن نواجه مشكله ثانيه هذا الموسم، وهي ضغط المباريات، وانك انت ما ارتحتش كفايه، وانك انت يعني مجهد جدا، ده ممكن ياثر علينا برضو، ولا هنقدر برضو زي السنه اللي فاتت مباراه بمباراه نعدي الدنيا؟ يعني احنا عندنا تجربه بتهيألي مع فيريرا، وكان كل العناصر كانت ضدك، ومع هذا تجاوزناها وخدنا دوري وخدنا كاس وعن جداره واستحقاق. عايز اقول برضو ان لو ضغط المباريات ده مع الجميع عليا وعليكي، انا شايف ان ايه، ان ما فيهاش حاجه. هي امتى المشكله بتبقى موجوده؟
انه بيبقى في ضغط مباريات، انت عندك افريقيا وانا عندي افريقيا، ناس تانية بنأخر لها المباريات ونأجلها لها، وناس تانيين احنا بنتفاجئ بيهم انهم بياخدوا حقهم اكثر مما يجب. ان شاء الله يعني نفضل احنا باصين في طريقنا زي ما عملنا كده السنة اللي فاتت، باصين في طريقنا مركزين فيه جدا، وان شاء الله نقدر يعني نعدي كل الصعاب ويقدر فريقنا يتوج بمزيد ومزيد من الالقاب. عايز اروح معاك دلوقتي يا استاذ علي لاجابات الناس على سؤال حلقتنا النهارده على السوشيال ميديا، وكان سؤالنا النهارده من ابرز الفرق المرشحه لمنافسه الزمالك على حصد لقب دوري ابطال افريقيا؟ طبعا نروح لاول اجابه احمد حامد، مساء الفل عليك يا ما، بشكرك جدا. الزمالك والوداد المغربي والترجي التونسي. السلطان، الزمالك والرجاء والوداد هم المرشحين بقوه، والبطوله في الاخير للزمالك، في الاخير للزمالك ان شاء الله. طلعت، مساء الخير يا مها، بشكرك جدا. اعتقد ان الوداد والترجي والاهلي هم ابرز المنافسين، وان كنت اتوقع حدوث مفاجآت في دور ال 32، لان الوداد والترجي عندهم مواجهات صعبه امام انديه نيجيريا صعبه، والاهلي عنده مواجهه مع المينستري التونسي. ان شاء الله اللقب زملكاوي. مساء الخير يا مها، بشكرك جدا. وعلى الناقد الرياضي استاذ علي بركه، بنشكرك جدا. انا شايف ابرز الانديه اللي هتنافس الزمالك هي الاهلي، الترجي والوداد وصن داونز، وباذن الله الزمالك يحقق اللقب السادسه، وكل الدعم والتوفيق لنادينا الحبيب زملكاوي جميل. عبد الله حفيظ، مساء الخير عليك يا مها، بشكرك جدا. اول الفرق المرشحه بعد الزمالك الترجي، الرجاء والوداد، لكن الزمالك هو المرشح الاول ان شاء الله. كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله، زملكاوي لاخر العمر. هيما، مساء الخير عليك يا مها، بشكرك جدا. انا شايف ان البطوله السنه دي هتكون قويه جدا. انا من وجهه نظري ان ابرز الفرق اللي هتنافس الزمالك هي الاهلي والوداد والترجي وصن داونز والرجاء، بس احنا نركز في كل ماتش ونجتهد علشان نحقق اللقب السادس، واحنا واثقين في فريقنا وفي الجهاز الفني، وهيكونوا على قد المسؤوليه. بالتوفيق لنادينا العظيم. كرم كمال، مساء الخير عليك، بشكرك جدا. تحياتي لنجم كبيرنا الاستاذ علي بركه، بنشكرك. من وجهه نظري الاهلي والوداد والترجي وصن داونز ان شاء الله القادم افضل لنا، ونتوج بالاميره السمراء زملكاوي الماء والهواء. انا نونه، مساء الخير عليك يا مها، دايما بشكرك جدا. انا من وجهه نظري بقول ان الفرق اللي هتنافس الزمالك لان هو المرشح الاقوى باذن الله على اللقب هم الوداد والترجي والاهلي والرجاء باذن الله. الزمالك بطل افريقيا السادسه يا زمالك. بشكر حضراتكم دايما دايما على التواصل معانا، والحقيقه ان انا بعتذر منكم جدا ان انتوا يعني استحملتوني وانا عندي دور برد، بشكركم جدا وبعتذر منكم. استاذ علي كنت منورني النهارده. الله يخليكي، انا متشكر جدا، و ان شاء الله باذن الله دايما في انتصارات، ودايما نتقابل على خير باذن الله. يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج اخبارنا يوم الخميس اللي جاي.